هم كتف بكتف، والشاطر هو اللي في الآخر اللي بيجري وبيكمل يعني. فحصول النهاردة برنامج أون على أفضل برنامج رياضي أكيد دلالة واستمرارية على النجاح اللي محافظين عليه بقالكم سنوات في الإعلام الرياضي. جهد كبير وشغل على مدى سنوات طويلة، وبالتالي أنا سعيد جدا بيه، وأنا واضح جدا أنا الجائزة دي بالتحديد كنت بشتغل لها من زمن طويل، وحاولت فيها أكتر من مرة لحد ما السنة دي الحمد لله قالت لينا يعني. فده أمر بيفرحني وبيبسطني جدا وبيسعدني، لأنها جائزة لها قيمة ولها معنى كبير جدا يعني. نجاح الإعلامي أحمد شوبير أكيد وراء عوامل كتير جدا، أكيد منها المرأة اللي دايما بتقف في ظهره وبتسنده وبتدعمه كمان. تكلمني عن دور المرأة في حياة الإعلامي أحمد ونجاح كابتن أحمد شوبير. شوف، كل التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، كل الستر من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنا زوجتي مش معايا أنا بس، دي مع الأسرة بالكامل ومع ابني كمان الحقيقة، وأنا بقدرش أتحرك من غيرها يعني. هي جت معايا على عينيها، مش عايزة تسيب مصطفى، لكن جبتها عشان تشهد برضو لحظات الاحتفال والفرح. هي أدم ساعد، خلي بالك، ستة أعتاب، ودي أجمل عتبة خير في حياتي الحمد لله. أنا والله يعني بس أنا ما بعرفش أتكلم عليها يعني، بس هي عارفة قد إيه أنا بقدرها وبحترمها. لا، والست بصفة عامة لها دور كبير جدا في كل حاجة في المجتمع دايما يعني. دور المرأة في الإعلام الرياضي إزاي الفترة الجاية؟ موجودين بشكل جيد في تقديم البرامج، في تقديم التقارير، في حاجات كتيرة جدا كان ليها دايما تحافظ على الاستوديو التحليلي، لكنه أنا بستمتع بكتير جدا من الزميلات بيقدموا برامج بشكل رائع، لهم نجاحات كبيرة جدا، التعليق الصوتي، التقارير من الملاعب وهكذا يعني. هم كتف بكتف، والشاطر هو اللي في الآخر اللي بيجري وبيكمل يعني.